والله المشاكل يا ما باشا. بص حضرتك، العمدان ديت الطريق دوت بقاله احسن من دلوقتي، احسن من 12 13 سنه، زي ما هو كده زي ما حضرتك شايف هناك. يعني يمكن احنا الشارع دوت اللي انت جاي من عليه من على المعموره وانت نازل، خدت بال حضرتك؟ كان 7 6 متر بالظبط. لما وقفنا برضو كشباب وناس كبيره وتلمينا، اهل العزبه دي كلها اتلمت ووسعنا الشارع، ما كانش هيوسع. العالم بتاعه الاراضي اللي هي ارض الاوقاف ديت، خدت بال حضرتك؟ الارض دي ارض حكومه، مش عايزين حتى يخلونا اللي احنا نوسعه فيها، مستحرمين علينا اللي احنا نكبروا المنطقه. حط 13 اصلا يعني فيها، بص يعني ايه، معاناه جامده جدا. معاناه جامده ازاي؟ في الترعه اللي هم يعني اعتبروا سدوا نصها، ونص التاني ما نسدش، وراحت اماكن تانية عشان تراضي ناس اساسا عايشه في العزبه معاها فلوس، وناس اساسا لها امكانيات في الدوله، ماشي. ونص وتلات اطفال ولا اكتر ميتين في الترعه دي. وتخش برضو داخل المنطقه تبص تلاقي ناس برضو اراضي فاضيه ملقحين فيها، عاملينها مزبله في وسط البيوت. برضو لو دخلت العزبه كده حضرتك هتلاقي الناس مش عارفه تلقح الزباله فين. مفيش عربيات ولا بتخش، العربيه من جات العربيه يعني جايبين لنا وصل الكهرباء، حاطين لنا فيه الزباله، حاطين لنا فيه، مزودين علينا الكهرباء، مزودين علينا النور، وبرده مفيش فايده. هو خدت بال حضرتك؟ تبص تلاقي الزباله، مفيش حد بيجي، ما كانش واحد زي عم الحاج دوت يوقف هو والناس الكبيره ويجيبوا عربيه على حسابنا، كل بيت يدفع 2 جنيه ويحملوا الزباله ويطلعوها ويجيبوا الاوردر على حسابنا. المدرسه اساسا مدرسه مكسره، مدرسه معفنه، من اول ما اتبنت محدش جدد فيها اي حاجه، ماشي. حتى من وزاره التربيه والتعليم محدش جدد فيها حاجه خالص، ماشي. لتاني هام بقى اصلا اللي يعني ايه، انت العيل عشان يخش المدرسه لازم يكون خشش لابس كزلك. معفنه والتخت متكسره ومستخسرين يركبوا الجزاز، والحنفيه بتنزل ميه سودا. انا 12 سنه الطريق دوت عملوا لنا النور فيه، ومن ساعه ما عملوه مفيش حد دخل عليه تاني. لما احنا وقفنا ومشينا السلك ده الحراميه سرقته برضه. انت تعالى حضرتك يا تمشي قدام هناك هنا خالص، هتلاقي الكابل اللي كان مدفون بتاع العواميد نصه طالع. الله اعلم ده بقى فيه كهرباء ولا ما فيهوش كهرباء. قله المواصلات، يعني انا شغال بالنسبه، انا في مساكن في خرش، عشان نيجي هنا نشتغل كل يوم توك توك 60 جنيه رايح وجاي، وديني وجيب لهم، قله المواصلات. هنا العالم بتخاف تمشي من بعد المغرب، ما فيش حد يقدر يخش هنا كده على السكك الزراعيه. ممكن يقابلك واحد اتنين صيع قاعدين بيحششوا، خدت بال حضرتك؟ حد يثبتك. عاوزينهم يركبوا العواميد دي ليها كهرباء وتنور ويكونوا مواصلات، عشان خاطر اللي يعرف يروح ويجي مثلا كده. عايزين ربنا يصلح الحال، عايزين الزباله دي تنشال، خدت بال حضرتك؟ عايزين الناموس كان بص انت لو معلش سكن المجاور ده كله، والله العظيم امبارح الساعه 2 بالليل قايم من النوم عشان انش الاوضه من ناموس.